السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني ومتابعي الأعزاء أينما كنتم. تعلمون طبيعة الحال أن عالم التأويل وعالم الأحلام والرؤى هذا عالم شاسع لا حدود له. اليوم إن شاء الله وفي هذا الفيديو بالتحديد سأتيك ببشارة جميلة جدا جدا جدا، إذا اجتمعت لك في ملامك فاعلم أن الله سيصلح حالك ويشفي قلبك ويشفي صدرك ويرزقك الصحة والعافية، وسيرزقك نعيما لا تخاف بعده أبدا الفقر، وسيرزقك الله زوجا محبا أو زوجة محبة، ويرزقك الله الذرية، ويرزقك الله كل ما تتمنى بإذن الله. هم سورتين من القرآن الكريم، وليس بالضرورة أن تسمعهم أو تراهم كاملتين في المنام، ولو آية منهم يعني في منامك. يعني مثلا أنت في منام رأيت هذه السورة منها آيتين أو آية، ورأيت في السورة الثانية سطر أو اثنين، يعني آية أو اثنين، ليس بالضرورة. المهم أنك تكون رأيتهم اجتمعوا لك في منام واحد، اعلم أن أمورك مقضية بإذن الله. تنتظرون في الصور؟ نعم، سأقولهم لكم. إذا اجتمعت لك سورة ياسين وسورة الرحمن في المنام فاعلم أنك لن تشقى بعدها أبدا، ستعيش سعيدا. وإن كنت تريد أنت أن تصنع تعاستك فأنت ستصنعها بيدك، لكن الله من عليك بنعم لا تحصى ولا تعد، يعني مستقبلا أمورك ستكون طيبة. أتمنى أن أكون قد أفدتكم، فيديو قصير دون إطالة، فقط تركت الصور في الآخر كي تشاهدوا الفيديو للآخر. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.